أمام مجلس الشورى، وزيرة التربية والتعليم تؤكد لا توجد اعتمادات مالية حول الترقيات، مشيرة إلى أن الاستقالات جاءت لمن أكملوا 20 عاما في الخدمة، تمثل الإناث فيها 85%، حيث اتضح أن ثلث الاستقالات هي من غير العمانيين. وأكد البيان أن 90% من موازنة الوزارة تخصص للرواتب، و 5.8 للنقل المدرسي، و 4.2 للاختبارات. ويقدر متوسط تكلفة التعليم للطالب الواحد نحو 2500 ريال عماني. إجراء تقييم شامل للمنظومة التعليمية، وفي ضوء توصيات الدراسات والبحوث التي أجرتها الوزارة مع بيوت خبرة عالمية ونتائج المسابقات المحلية والدولية، ورغبة من الوزارة في الارتقاء بجودة آدائها، فقد بدأت بحمد الله وتوفيقه في تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التطويرية المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة، من أبرزها المركز الوطني للتقويم التربوي والامتحانات، الذي يهدف إلى بناء أدوات قياس وتقويم عالية الجودة وإيجاد بيانات ومؤشرات لتقييم أداء النظام التعليمي. السؤال الآن إلى سعادة فرنسا. نقاشات أعضاء مجلس الشورى ذهبت إلى التساؤل حول ضعف القراءة والتحصيل الدراسي، وإلى المؤشرات الدولية حول المستويات المتدنية في مخرجات التعليم، فيما تطرقت نقاشات أخرى إلى ارتفاع الرسوم الدراسية في بعض المدارس الخاصة. وذهب الحديث إلى أعداد المستشارين في وزارة التربية والتعليم الذين يصل أعدادهم إلى 27 بمخصصات مالية مرتفعة، وارتفاع تكلفة إنشاء المدارس التي وصل بعضها إلى أكثر من 2 مليون. نتوجه بتحية إجلال وتقدير وإكبار إلى إخواننا وأخواتنا المعلمين والمعلمات. وتداخل رئيس مجلس الشورى مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تتصدر الجهات التي لا تلتقي بأعضاء مجلس الشورى، وأنه تم رفع الملاحظة إلى أمانة مجلس الوزراء. هناك دراسات بنيت على أسس غير علمية، وبالتالي هي موثوقيتها غير دقيقة، لكن هناك من الدراسات ما اشتركت فيها الوزارة بنفسها، على سبيل المثال دراسات تيمس، بيرلز، وكذلك دراسة البنك الدولي، وأيضا هناك بعض الدراسات تنافسية دولية. يعني هذه بعض الدراسات أشارت إلى أن هناك مستوى حقيقة السلطنة في مجال التعليم مستوى لا يرضي الطموح، مستوى متدني وربما حتى في تراجع، وهذا حقيقة علامة استفهام. منذ أن وصل بيان الوزيرة إلى المجلس الموقر، بدأت اللجنة المختصة في المجلس بدراسة هذا البيان، وكذلك عقدت جلسات مجتمعية مع إخوة المعلمين والمعلمات والعامل الحقل التربوي من أجل تدارس بعض الاحتياجات التعليمية، وأيضا مناقشة هموم الحقل التربوي وربطها بما ورد في البيان من تفاصيل ومن معلومات. وفي السياق ذاته أوضحت النقاشات أن 9.5% هي نسبة أعداد الطلاب لكل معلم، فيما تحدث آخرون إلى وزن الحقيبة المدرسية التي تعادل في بعض الأحيان وزن الطالب، في حين تؤكد وزيرة التربية والتعليم أن قانون التعليم جار العمل فيه، وأن الوزارة ماضية في تحقيق الاستراتيجيات الموضوعة. على الرغم من الجهود الكبيرة والخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة لتطوير وتجويد العمل التربوي، إلا أن هناك تحديات ما زالت تواجه وزارة التربية والتعليم من أجل الوصول إلى أهدافها التي تنصب في مصلحة الطالب والمعلم في المقام الأول. من مجلس الشورى، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.